بل يقول لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء. ها يهب، إيه كلمة يهب دي؟ اسم الله الوهاب، لمن يشاء إناثا، بدأ به سبحان الله، ويهب لمن يشاء الذكور. الهبة عليها شكر، الهبة باسم الله الوهاب دي ينبغي عليها شكر من ربنا. ليه؟ أما أنا أطلع على الشكر على نعمة ربنا اللي عطهاني، ده شيء طيب. عند التمييز وعدم المساواة بين الأبناء مشكلة كتير جدا من الأباء بيقع فيها، والمربين على فكرة ساعات بقولوا لا 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 عشان هو ليه عشان هو الولد يعني ليه؟ إلا الأمور المختصة مثلا بوظيفة أو بشكل أو بمهمة معينة في وقت معين مثلا، ها هو كده، خلاف كده لا، ممكن يكون مش قصده. التصرف ده بيجيب أثار سلبية على الأولاد وعلى البنت بصفة خاصة. وتبص تلاقي مجموعة البنات تحزبوا بقى، لو عندي مثلا بنت واثنين وثلاثة فتحزبوا خلاص كرهوا. تفرقة من الأساليب التربوية الخاطئة، أصلا مش أسلوب تربوي ده، سلوك خاطئ في التربية له أثار وعواقب على نفسية الأولاد. إيه بصوا، حقد، قال لي العيال عندهم كده، البنات حقد، غيرة، أنانية، كراهية ما بين الولد وما بين، إيه ده؟ هما ليه بيتعاملوا؟ هما ليه بيعطوه كذا؟ هو ليه هو المتاح له؟ هو ليه هو اللي كل حاجة آه ونعم وحاضر وما فيش رفض للطلب وإحنا لأ؟ الصحة النفسية للأطفال أهم شيء، خصوصا البنات، وفي الفترة دي ليه؟ إنهم بيتأثروا جدا، البنات مشاعر، ما فيش حاجة بقى اسمها نفرق ما بين جنس وما بين سن، ده ولد ده بنت، لأ. التمييز أصلا دي من عادات الجاهلية اللي جه الإسلام أصلا شالها وقال الكلام ده، كرم المرأة وأعطى للمرأة حقوقه وواجباته وخلاها كده جوهرة في قلب الإسلام، وأصل مبدأ العدل بين الرجل وبين المرأة. المرأة لها ذمة مالية، المرأة لها حق حقوق واجبات، المرأة تقول آه ولا نعم للزواج، ما حدش يقدر يجبرها على شيء، كل الأمور جات لإعزاز المرأة. فنيجي إحنا بقى نقوم جايين بخسين حقها في قلب البيت؟ النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالنساء خير، وقال خيركم خيركم لأهل وأنا خيركم لأهل، واستوصوا بالنساء خير ورفقا بالقوارير، ولا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات. اللي في قلب البنت مشافته من تفرقة ويجي في قلوب في قلبها نوع من أنواع المشاعر السلبية ما بيمحوهوش الزمن على فكرة، ولو بلغوا من الكبر عتي أبدا. ما تفرقش بين أبنائك عشان ما يبقاش في حقد وتورث حقد وكراهية ما بينهم. طبعا كلنا في قصة سيدنا يوسف أظن ده درس أسري قيم جدا. فلما شافوا محبة أبيهم لسيدنا يوسف قالوا اقتلوه، خلاص نرفق بيه نحطه بقى في غيابة الجو، خلاص المهم يبقى بعيد، يخلو لكم وجه أبيكم عشان يبقى ليكم لوحديكم بس عشان يستريحوا منه. اللي الواحد بيشوفه والمفروض إن هو يعلمه لنفسه وللآخرين وخصوصا الآباء والأمهات، إن احنا ما نظهرش حب طفل عن طفل وحب ولد عن ولد، لا، او احنا بنؤثر ده. في حالات في حالات احنا يعني بيبقى فيه اهتمام من الاب والام شويه مثلا، بغض النظر ده ولد ولا بنت، حاله المرض، تعبان، فقد صاحبه، حصلت له امر معين مثلا كذا ومحتاج ان حد يتكلم معاه، بيبقى محتاج مرعاه شويه. لكن ان يبقى التفرقه ديت هي السمت وده اللي بيتم داخل البيت، ده مش صح. التفرقه